نبأ سار: لن تسوء حالتك بعد تناول المثلجات إن كنت مصابا بالبرد والزكام. يمكن لمنتجات الألبان الباردة علاج احتقان الحلق ومنحك السعرات الحرارية التي تحتاجها حينما لا تشعر في رغبة لطبخ أو تناول وجبة دسمة. تنام الزرافات أكثر من 30 دقيقة في اليوم، ومجموع فترات النوم هذه في الليل والنهار تتراوح بين 4 و4.5 ساعات في اليوم. لا يتمتع الإنسان بذاكرة فوتوغرافية في الحقيقة، حتى لو كان قادراً على تذكر المواد البصرية بتفاصيل أكبر من بقية الناس، فهو لا يقارن قط بفيلم أو مستشعر كاميرا حينما يتعلق الأمر بدقة الصور. الدماغ الأكبر حجماً لا يجعلك شخصاً أذكى بشكل تلقائي، إذ تملك الفيلة والحيتان أدمغة أكبر بكثير منا نحن البشر. قد لا يكون دماغنا كبيرا مقارنة بأجسامنا، لكن 86 مليار خلية عصبية تساعد الإنسان على البقاء أذكى المخلوقات على وجه كوكبنا. الضوء ليس أسرع شيء في عالمنا، الإشاعات أسرع. في الحقيقة هذا خاطئ، فلا شيء يمكن مقارنته بالسرعة في الفراغ، لكنه يتباطأ حينما يمر عبر الماء أو الزجاج. تفوز الجزيئات مثل الإلكترونات والنيوترونات والنيوترينوات في مثل هذه الظروف. حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري لا يعج بالصخور الخطرة التي تتصادم بلا انقطاع. إن وجدت نفسك يوما هناك سترى كم أن المكان فارغ وهادئ. الكويكبات بعيدة عن بعضها البعض لدرجة أن فرص الاصطدام ضئيلة جدا. يمكن لرادار المركبة الفضائية رصدها والمساعدة في تجنب أي مخاطر. لست مضطرا لانتظار الاعتدال الربيعي لجعل بيضة تقف على رأسها. لن تحتاج إلى جاذبية متساوية أو ما شابه، ويمكنك فعل ذلك في أي وقت من السنة. البرتقال ليس باللون البرتقالي طوال الوقت. النوع الأخضر حلو وطازج تماما كغيره من الأنواع. يحميه لون قشرته الأخضر من الشمس، وهو علامة أيضا على أن الفاكهة تحتوي على الكثير من الكلوروفيل. لهذا السبب ينمو البرتقال الأخضر في المناخات الدافئة ويدهن بالبرتقالي ليبدو مألوفا للزبائن حول العالم. نبأ سار آخر: يمكنك دوما تناول الحلويات بمعزل عما تناولته قبلها من سلطات أو حساء أو لحم. ربما شعرت بالشبع بعد تناول الأطعمة المتبلة، لكن حينما ترى وتشم رائحة المثلجات أو الكعك أو البسكويت والشوكولاتة، أمهلني لحظة، يتحمس دماغك ويغمرك بمشاعر الغبطة والنشوة. زيادة على ذلك، معدتك عضو مرن ويساعدها السكر على الاسترخاء وإتاحة المجال للحلويات. لديك أكثر من 5 حواس بكثير، بالإضافة إلى حاسة البصر والسمع والشم والتذوق، هناك حاسة استشعار الحرارة والبرد ورصد الاهتزازات في الماء أو الهواء، ومعرفة مكان أجزاء جسمك بالنسبة لأشياء أخرى، والشعور بالآلم والعطش والجوع والوقت وغيرها الكثير. حينما تتصل بأحدهم بالهاتف الخلوي، لا تمر الإشارة عبر القمر الصناعي. يبحث جهازك على الدوام عن إشارة راديوية لاسلكية وينقل البيانات بين أبراج خلوية مثبتة في الأرض. إن كنت تود الاتصال بأحدهم سيوصلك أقرب برج ببرج ثان عبر شبكة هائلة من الاتصالات بين الأبراج. السكر البني ليس أكثر صحية من السكر الأبيض. الواقع أنه سكر أبيض مع بعض الشراب المركز الإضافي. يحتوي هذا الشراب المركز على بعض الفيتامينات والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، لكن ذلك لا يجعله صحياً. كان يفترض أن يظل برج إيفل في ذلك المكان لمدة 20 سنة فقط. كانت الفكرة الأساسية هي التباهي بالقوة الصناعية لفرنسا خلال المعرض العالمي، لكن أضاف المصمم هوائيا راديويا وناقل تلغراف لاسلكيا، فقرروا الاحتفاظ به في أعلى قسم سري يستعمل كمختبر للأحوال الجوية، كما أنه معلم رائع للتعارف والمواعيد الغرامية. يأتينا الشاي الأخضر والأسود من الشجيرة ذاتها. تتمتع أوراقها بمذاق ومظهر مختلفين بعد الحصاد. يذبل الشاي الأخضر ويسخن بالبخار، بينما يطحن الشاي الأسود أو يتجعد ثم يترك ليتأكسد ويصبح أدكن. يمكن للعسل أن يفسد إن تركته غير مغطى في بيئة رطبة. اتركه مغلقا بالغطاء واحرص على إبعاد الماء، وسيظل صالحا للأكل لوقت طويل. لن تسمح خصائصه المضادة للبكتيريا بترك الكائنات الحية تستقر داخله. إن تركت الدبابير في حالها، كلا، لن تبادلك الفعل بالضرورة. سيحترم النحل حدودك إن لم تحاول إيذاءه، لكن المزاج السيء للدبابير الصفراء يجعلها تلسعك حتى إن كنت تمشي بجوار أعشاشها دون أن تدري بمكانها أو إن وقفت بجانبها.
ها قد أصبحت تعرف الآن. لا تخزن الجمال الماء في حدبتها، بل تستعملها كمخزن للدهون حتى تقاوم الأيام التي تقضيها في الصحاري دون التوقف لشرب الماء. تحصل على كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة لتظل مرتوية، وتبقى الكميات الإضافية من الماء في مجرى دمها. لا يمكن للبومي تدوير رأسه في شكل دائرة كاملة، يمكنه أن يدير رأسه بزاوية 270 درجة دون أذى. ربما يرجع الفضل إلى بنية الرقبة العظمية المميزة. الخفافيش ليست عمياء، حينما يخيم الظلام تصطاد بالاعتماد على خاصية تحديد الموقع بالصدى الذي يرتد عن الأجسام. ثمة العديد من أنواع الخفافيش، ويتمتع بعضها ببصر أقوى من البشر بثلاث مرات حتى. المستقبلات لدى هذه الفصائل من الخفافيش تسمح لها برؤية الأشعة فوق البنفسجية. لا يعود أصل بسكويت الحظ إلى الصين. وفقا للنسخة الأشهر للقصة الأصلية، فقد اخترعت على يد مهاجر ياباني في سان فرانسيسكو في مطلع القرن 19. لم يكن أينشتاين غير بارع في الرياضيات في المدرسة، بل أجاد حساب التفاضل والتكامل في سن 15، وكان دوما متفوقا في صفه. يعود أصل هذه الخرافة إلى حقيقة أن أينشتاين فشل في امتحان القبول لكلية في زيوريخ، فقد نجح في الرياضيات لكنه فشل في علم النبات وعلم الحيوان واللغات. تخاف الفيلة فعلا من الفئران، وكمعظم الثدييات لديها أدمغة مبرمجة للقفز حينما ترى أي مخلوق. بمعزل عن كبر حجمها، ستتفاجأ الفيلة لدى رؤيتها لأشياء صغيرة تمشي بسرعة تحت أقدامها. لكن لا يمكن أن تؤذيها الفئران، حتى إن حاول فأر تسلق خرطوم الفيل سيتمكن من نزعه بسهولة. الشمس ليست صفراء، بل تشكيلة لونية تمتزج لتظهر الشمس باللون الأبيض. نراها صفراء أو برتقالية لأن الغلاف الجوي للأرض ينشر الألوان الأزرق والأخضر والبنفسجي. لهذا السبب نرى السماء زرقاء والشمس تبدو برتقالية خلال شروقها وغروبها. الذيول ليست موجودة في كل المذنبات، يبدو المذنب في جوار النجم كقطعة جليدية وصخرية صغيرة، وكلما اقترب منه أكثر تبدد الجليد بفضل الرياح الشمسية فظهر كأن له ذيل. عادة ما تكون هذه الذيول باهتة فلا نراها بوضوح، ويمكن أن يكون الذيل من جزيئات الغبار والغاز أيضا. لا تخفي النعامة رأسها في الرمل حينما تشعر بالخطر، فهي حيوانات برجلين ويمكنها التغلب في الجري على أي مخلوق أو ركله بأرجلها القوية. عادة ما تنحني لتناول بعض الرمل لهضم الطعام بشكل أفضل، تفعل ذلك أيضا لتفقد بيضها في الأرض حتى يفقس. يمكنك النوم بالخارج بعد غسل شعرك ولن تمرض. حتى النوم في العراء في درجات حرارة قريبة من الصفر في أي وقت من السنة لن يشعرك سوى بالبرد أو يجمد شعرك. الإصابة بالبرد تحدث بسبب الفيروسات التي لا تهتم لحالة شعرك. لا تقترب الأرض من الشمس في فصل الصيف، في الحقيقة تكون أبعد ما يمكن عن الشمس في يوليو والأقرب في يناير. الجو دافئ في الصيف لأن محور أرضنا مائل، الأمر الذي يسمح للجزء الشمالي بالتقاط أكبر قدر من أشعة الشمس لنصف سنة، والجزء الجنوبي في النصف الثاني. لذا فإن الشمس في الصيف تكون فوق الأفق لحوالي 17 ساعة وحوالي 6 ساعات فقط خلال الشتاء. لن ترى ملايين النجوم حتى في الليالي الصافية الخالية من مصادر الضوء الأخرى. أكبر عدد يمكنك رؤيته إن كنت تتمتع ببصر جيد هو 3000 نجم، وهذه هي النجوم القريبة والساطعة بما يكفي. بعض الأجسام الساطعة الأخرى التي يمكنك رصدها هي كواكب ومجرات بعيدة وأقمار صناعية. ليس للقمر جانب مظلم، تسمى هذه الظاهرة التقييد المادي، لذلك لا نرى سوى جانب واحد منه. الشمس والقمر والأرض تتحرك بلا انقطاع، لذلك ثمة أوقات يكون فيها جانب واحد من القمر مضاء والجانب الثاني مظلم تماما. ما في الأمر أنه يبدو مظلما لنا. لا تقلق، لا تأكل 8 عناكب كل ليلة خلال نومك. ينام معظم الناس وأفواههم مغلقة، لذا لا يمكن للعناكب الدخول فيها. وحتى إن نمت وفمك مفتوح، فالاهتزازات القوية التي تحدثها أثناء التنفس وتيار الهواء الدافئ الذي يخرج من فمك سيبعد ويخيف العنكبوت الصغير. إن إسقاط قطعة نقدية من مبنى إمباير ستيت لن يؤذي أحدا على الأرض، فهي خفيفة ولا يمكنها التسارع لحد إحداث أضرار جسيمة. صحيح أن سرعة القطعة النقدية تزيد مع كل ثانية خلال السقوط، لكن مقاومة الهواء تزيد في هذه الأثناء أيضا. أسوأ ما يمكنها فعله لشخص مار هو ضربه بخفة. كانت حيوانات الماموث تتجول على سطح كوكبنا في الوقت الذي بنيت فيه أهرامات الجيزة،
انقرضت معظم هذه المخلوقات قبل حوالي 10,000 سنة، لكن عاشت مجموعة صغيرة من 500 إلى 1000 من حيوانات الماموث الصوفية في القطب الشمالي حتى 1650 قبل الميلاد. بني هرم جيزا العظيم قبل 1000 سنة من انقراض آخر ماموث صوفي. لا يتمتع لسانك بأقسام لتذوق الأطعمة المرة أو الحلوة أو الحامضة أو المالحة. كل براعم التذوق 8,000 التي على لسانك وفي سقف فمك وحتى في حلقك يمكن أن ترصد جميع النكهات. لست مضطرا لوضع الأطعمة في مكان معين داخل فمك لتحصل على مذاق أفضل. بصمات الأصابع ليست فريدة بنسبة 100%. يمكن لأنماط بصمات الأقارب أن تتشابه بطريقة ما. زيادة على ذلك، نظرا لوجود 7 مليارات شخص على وجه كوكبنا وعدم تسجيل جميع بصماتهم، لا يمكننا التأكد من ذلك على أي حال. يملك دماغك روابط عصبية أكثر من النجوم في مجرة درب التبانة. ثمة حوالي 200 مليار نجم مقابل 100 مليار خلية عصبية مضروبة في 40,000 اتصال عصبي. من المستحيل التنفس وبلع الطعام في الوقت ذاته. البلعوم والقصبة الهوائية يتواجدان في الجزء الخلفي من فمك. حينما تبتلع الطعام، يمكن أن يحمل الهواء الأطعمة عبر الأنبوب الخطأ ناحية رئتيك، وقد يكون لذلك عواقب وخيمة. لمنع مثل هذه الحوادث، يوجد قلاب صغير يحمي القصبة الهوائية. حينما يمر الطعام أو الشراب، يتوقف التنفس بشكل مؤقت. لا يمكنك الهمهمة وأنفك مغلق، فأنت تزفر الهواء خلال الهمهمة. وحينما يغلق فمك وأنفك، لا يمكن للهواء أن يخرج. لا تقدم مطاعم السوشي صلصة واسابي حقيقية، بل يستبدلونها بفجل الخيل مع الخردل. الصلصة الحقيقية تصنع من نفس عائلة النباتات، وتقدم طازجة مبشورة من السيقان، ويبدو مذاقها أحلى. فرص أن تحصل على النسخة الحقيقية هي حوالي 0.5%، وإن حدث ذلك فعلاً ستعرف نظراً لغلاء ثمنها. لم يكن الجزر برتقالي اللون في الأصل. قبل القرن 16 أو 17 كان أرجوانيا في الغالب، أما الأبيض والأصفر فكان شديد الندرة. زرع الجزر البرتقالي على يد المزارعين الهولنديين، إذ اعتقدوا بأنه ينبت بشكل أسهل. صحيح أن الأجسام تبدو بلا وزن في الفضاء الخارجي، لكن ثمة جاذبية في كل مكان. كلما ابتعدت عن جسم ثقيل مثل الأرض، صارت الجاذبية أضعف. ومع ذلك، تؤثر الجاذبية على كل جسم يتمتع بكتلة في كوننا. الفراولة ليست من التوت، ولا توت العليق أو التوت الأسود، بينما الموز والباذنجان والعنب والطماطم والبرتقال كلها من عائلة التوت في الحقيقة، إذ أن فيها 3 طبقات مختلفة وبذرتين أو أكثر، ويمكن أن تنمو من زهرة واحدة. لديك ما يكفي من الحديد في جسمك لصنع مسمار بطول 7.5 سنتيمتر، جرب ذلك ذات مرة. مهلا لا تفعل. يمكن أن يضرب البرق المكان ذاته مرتين أو 3 مرات أو أكثر من 100 مرة حتى. حتى خلال العاصفة الرعدية ذاتها، لا شيء يمنع الصاعقة الرعدية من أن تضرب المكان أكثر من مرة. تفضل الصاعقة الأجسام الطويلة والمنعزلة، فمثلا تضرب الصواعق الرعدية مبنى إمباير ستيت 25 مرة في السنة. أكبر كائن حي ليس الحوت أو الفيل الأفريقي، بل فطر العسل الذي يمتد على طول الجبال الزرقاء في أوريغون. إنه بطول برج خليفة مضروبا في 6.5 من جانب إلى آخر. وبرج خليفة هو أطول مبنى في العالم. لا يزال الفطر ينمو، وهو صالح للأكل أيضا. يمكن للديك الرومي أن يحمر خجلا كالبشر تماما. قد يتحول الجلد على رأسه أو عنقه إلى اللون الأحمر أو الأزرق حينما يشعر بالحماس أو الغضب أو المرض. تسمى تلك الزائدة اللحمية فوق عنقه السند، ويمكن أن تتحول إلى اللون الأحمر الساطع من شدة الحماس. وخلال مواسم التزاوج، يمكن أن تتحول تلك الزائدة اللحمية لدى الديك الرومي إلى اللون القرمزي ليبدي اهتمامه بالإناث. الصحراء الكبرى ليست أكبر الصحاري في العالم، فصحراء أنتاركتيكا أكبر منها بمرتين تقريباً، والمرتبة الثانية من نصيب صحراء القطب الشمالي، بينما تأتي الصحراء الكبرى في المرتبة الثالثة. الميزة الأساسية للصحراء ليست الحرارة الشديدة أو الكثبان الرملية، بل انخفاض معدل الأمطار. لا تحصل السهول الجليدية والجبال الصخرية في أنتاركتيكا على أي قطرة من المطر تقريباً. الجلوس بالقرب من التلفاز لن يصيبك بالعمى أو بمشاكل بصرية خطيرة. قل هذا لأمي،
يمكنه أن يجهد عينيك بشكل مؤقت، لكن المشاكل على المدى الطويل نادرة جدا، ولن تصيبك المطالعة في الظلام بالعمى أيضا. يمكن أن يعيش الذباب أكثر من 24 ساعة. تعيش الذبابة في المعدل حوالي شهر، بينما يتفاوت عمر الذباب الفواكه بين 40 إلى 50 يوما. وخلال هذا الوقت يمكن أن تضع الذبابة الأنثى 500 رضيع. لهذا السبب فإن حبس الذباب في غرفة لن يقضي عليها. لا تنام الدبابة لأشهر خلال فترة السبات. تتباطأ العمليات الحيوية في أجسامها ولا تأكل أو تشرب، لكن يمكنها أن تتفاعل مع أي جسم غير متوقع قد يمشي بقربها، لذا اترك مسافة أمان بينك وبين جحورها. فرقعة مفاصل الأصابع ليست مضرة بصحتك. الصوت الذي تسمعه هو سائل عضوي خاص يفرقع في فجوات بين عظامك. يحدث ذلك تحت الضغط الذي تضعه على مفاصلك وليس مضرا البتة. لا تنسى السمكة الذهبية كل شيء يحدث معها بعد 3 ثوان. أثبتت التجارب بأنها تبلي بلاء حسنا رغم صغر دماغها، ويمكنها تخزين المعلومات لأشهر. يمكنها أيضا الاختباء من أعدائها والبحث عن الطعام. لا يمكنك قلي البيض على الرصيف مهما اشتد الحر بالخارج، إذ تحتاج البيضة إلى 70 درجة مئوية لتطبخ بالكامل، ولا يمكن أن تتجاوز الحرارة القصوى للرصيف 63 درجة مئوية. لا ينبت الموز على الأشجار، بل هو من الأعشاب القريبة من أسرة الزنجبيل، وتبدو نوعا ما كالألوفيرا أو غيرها من النباتات الغضة. لا تغير الحرباء لونها لتتماهى مع بيئتها، تفعل ذلك للتعبير عن مزاجها وللتواصل فيما بينها. تتحول إلى اللون الأسود حينما تشعر بالتوتر أو الحزن، وعندما تكون سعيدة ستراها ملونة بالأخضر أو الأزرق. الألوان المشرقة تستعمل للتزاوج. لا يدور الماء عند سحب السيفون في الاتجاه المعاكس في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. يؤثر دوران الأرض على أشياء من قبيل تيارات الخلجان والأعاصير، لكنه لا يتحكم بماء المرحاض. يتفاوت الاتجاه مع كل موديل ويعتمد بالأساس على ضغط الماء. بذور الخردل ليست الأصغر في العالم. صاحبة الرقم القياسي العالمي في هذه الفئة هي بذور الأوركيد في الغابات المطيرة الاستوائية. بعضها صغير جدا لدرجة أنه لا يمكنك رؤيته بالعين المجردة. تفرقع البذور في الهواء كجزيئات الغبار وتهبط على أشجار الغابة المطيرة لتنتشر من هناك. الجزر غني بفيتامين ألف، لكنه ليس كافيا لمساعدتك على الإبصار في الظلام الدامس. يمكنه مساعدتك فقط في الحفاظ على بصر صحي. كل شيء في النظام الشمسي في حركة دائمة. يبتعد القمر عن الأرض كل سنة، ويبتعد كوكبنا عن الشمس أكثر فأكثر. أنت أيضا في حركة دائمة حتى إن كنت جالسا بلا حراك. الشوكولاتة البيضاء ليست شوكولاتة حقيقية، إذ تصنع من السكر ومنتجات الألبان والفانيلا وزبدة الكاكاو والليسيثين، لكنها لا تملك المواد الصلبة للشوكولاتة. تنتج زبدة الكاكاو من حبات الكاكاو، الأمر الذي يجعل الشوكولاتة البيضاء ابنة عم الشوكولاتة الداكنة والشوكولاتة بالحليب، لكنها ليست شبيهة بها. لن تعيق القهوة نموك. ارتحت الآن، وطولك منوط بجيناتك الوراثية. يمكن أن تساهم الحمية الغذائية الصحية في نمو طولك أيضا. حاول استهلاك 2 كوب في اليوم من القهوة كأقصى تقدير وستكون بخير. 2 كوب؟ لست في حاجة لغسل الدجاج قبل طبخه. فعل ذلك قد يسهم في انتشار الجراثيم بالرذاذ على يديك وأسطح المطبخ والملابس والأدوات. الجوز ليس من المكسرات، ولا اللوز والكاجو والجوز البرازيلي وجوز البقان والماكاديميا والفستق والصنوبر. كلها تعد رسميا بذور ثمار مفردة النواة. لا يمكن أن نطلق عليها اسم المكسرات بما أنها ليست من الفواكه التي تملك بذرة صالحة للأكل مع قشرة خارجية لا يمكن أكلها. الألماس ليس نادرا في الحقيقة، فهو مجرد صخور، واستخراجه ليس معقدا الآن كما كان قبل 150 سنة. ساهمت الحملات الإعلانية والأسعار المرتفعة في أن يصبح الألماس غرضا يدل على الثراء. لا تغضب الثيران حينما تريها شيئا أحمر، فهي مصابة بعمى اللون الأحمر ولا يمكنها سوى رؤية الأصفر والأخضر والأزرق والأرجواني. الحركة هي ما تجعلها غاضبة وعلى أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسها، لذا حاول أن تبدو كالموز. السباحة بعد الأكل لن تصيبك بالتشنجات العضلية. يحتاج جسمك إلى مستويات إضافية من الدم لهضم الطعام، لكن السباحة لن تأخذ الدم من عضلات ذراعيك ولا قدميك أو تفسد عملهما. إضافة الملح إلى الماء لن يجعله يغلي بسرعة. ستصبح حرارة الماء المالح أعلى بشكل أسرع من الماء العادي.
لكن نقطة الغليان ستكون أعلى أيضا، ويضيف الملح بعض الكتلة الإضافية إلى الماء، لذا لن يسرع العملية فعليا. لا يمكن للكنغري المشي إلى الخلف، لديه أرجل مفتولة العضلات وقدمان كبيرتان وذيل، ويمكنه المشي إلى الأمام بشكل أسرع، لكنه لا يستطيع التحرك في الاتجاه المعاكس بسبب بنية جسمه. وضع الكنغرو في شعار النبالة الأسترالي مع طائر الإيمو الذي لا يمكنه التحرك إلى الخلف أيضا، ويرمزان معا إلى أن البلد سيظل في تطور دائم. لن يجعل الحليب عظامك غير قابلة للكسر، صحيح أنه يحتوي على الكالسيوم وفيتامين دال، لكنه لا يتمتع بقدرات خارقة تخول له علاج العظام بشكل سحري. إنه لذيذ مع البسكويت، وهذه ليست خرافة.